مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال، صباح الخير. نحن معكم مباشرة من طرابلس لنتابع هذا استكمال التحرك الذي ينفذه يعني الموظفين في فوج الاطفاء طبعا، وهذا التحرك هو للمطالبة بحقوقهم. الان الطريق مقطوعة بشكل كامل هنا عند الطريق البحرية، طريق المرفأ، مرفأ طرابلس مقطوعة بالكامل. واليوم طبعا اليوم الثاني على التوالي هنالك انضمام للاتحاد العمالي العام. يعطينا 3 مليار لحتى بلدية المينا وبلدية الألمون تقدر تساعدنا بهذا الشيء كمان، بس للأسف عطونا امبارح مليار ونص، مليار ونص بيعطونا شهر ونص للشباب، الشباب عندهم مساعدة اجتماعية بدل نقل وعندهم معاشات 3 شهور للأسف. والدولة اللبنانية غايبة، ملتية أنه أمين سلام رجع على طرابلس، أمين سلام منو مرحب فيه بطرابلس ولا بدنا إياه يفوت على طرابلس. نحن بدنا حق هدول الشباب على آخر ملين، ما بدنا حق هذا الشباب يروح هيك. نحن ما حنسكت ليوصل لكيف حقوقهم، وهذا الشيء هلا صاروا يعرفوه كل رؤساء البلديات. اذا في خلافات بين رئيس الاتحاد ورئيس بلديه طرابلس خلوا الخلافات على جنب، وهدول يبدوا معاشاتهم، هدول ما فيهم عم يفوتوا على المستشفى ولا مستشفى عم تستقبلهم. حتى البنك اخذ له المساعده الاجتماعيه حولها لحتى لمساعده غذائيه. نحن بنرفض هذا الشيء تماما. نحن اول شيء بنشكر الاعلام اللي واكبنا وما قصر باتجاهنا، واول شيء بدنا نعتذر من الناس يلي بعتاد كركبنا الوضع شوي بطرابلس، ولكن يتحملونا شوي صغيره. نحن قلنا من 2012 الدوله اقرت زياده على العيله وعلى الزوجه يلي نحن بعد ما قبضناها. نحن المطلب الوحيد ما بدنا نعمل حدا، ما بدنا حدا يعمل بطولات على ظهرنا مين ما كان يكون. خلافنا مش مع طرابلس ولا مع بالداوي ولا مع ألمون، مش مع أشخاص، خلافنا مع إدارة. يتوجه البوصلة على إدارة معينة، هيدي الإدارة يلي فشلت إنها تأملنا مستحقاتنا. أنا خلاف إكس وإجرك أنا ما إلي فيه، أنا إلي إنه ابني طلب مني وما أعطيته، أنا إلي إنه المدرسة طلبت مني وما أعطيته. الصرخة اللي توجه فيها مبارح أبو بكر محمد كسحة يلي هزت كل ضمير بطرابلس وبالكل ضمير بكل هيدي البلد، عند كل مسؤول عنده بعد ضمير. للأسف مبارح ما في أي مسؤول تواصل معنا، وأنا نحن حكينا مبارح إنه ما علي شي نحن هيدي حنقطعها، لهيك نحن قمنا بجولة نحن لعندهم، لأنه هن ما بقدروا يتصلوا فينا، لأنه تعودنا بهيدي البلد ما يكون في إيميل لحدا. لهيك نحن قمنا بخطوة مبارح نزلنا تحت بيوتهم ووصلنا رسالة. اليوم ما بقى حدا قالوا عنا شيء، الاعلام خبرهم، نحن طلعنا خبرناهم، الاستاذ شادي والحاج صرفوا تواصلوا معهم وحكيوا هن وياهم، ما بقى حدا يقول نحن ما معنا خبر، الكل معه خبر. بعد الساعة 12 الهزة اللي بدها تصير بطرابلس كل حدا يتحمل مسؤوليته، نحن ما بقى لنا علاقة. أنا لابني جوع ما بقبله، واللي بيقول إنه نحن مثلكم لا منك مثلي. ما بعتقد انه انت عم تعيش بأقل من 50,000، ولا بعتقد انك عم تحط بنزين بموتارك او بسيارتك 150,000 لتيجي على وظيفة تقبضك 50,000 واخر نهار ما تقبضك. منك مثلي ابدا، انت مدبر حالك وانت عندك رزقك وانت عندك شغلك. نحن عنا هيدي البدلة، نحن هالمدينة ما تركناها، ولاخر مرة بنرجع بنعيد وبعدنا بنتحمل مسؤوليتنا، ولكن اي وظيفة ما بتأمن لك الحد الادنى من كرامتك فهيدي منا وظيفة. خلاص وصلنا لمطرح ما بقى قادرين. اللي الوجع اللي صرخوا امبارح كسحة هو مجسد بجامعة مش الاطفائية بس، لا اتحاد، هيدا اتحاد بامه وابوه في هيدي المشاكل، في مشكلة اداري، في تفتيش مركزي، في وزير داخلية، في ناس مسؤولة تيجي تشوف الغلط وين. نحنا ما لنا عليها. برجع بقول لآخر مرة، مشكلتنا مش مع أشخاص، مشكلتنا مع إدارة. هالإدارة تحل المشكل ونحن بنرجع على وضعنا الطبيعي. هاي المدينة إذا في رجال، إذا في رجال بيحمل إنه فوج الأطفاء يعمل الخطوة اللي بده يعملها هلا، يطلع ويقول أنا لنحمله إياها. يعطيكم ألف عافية. يعني للأسف اللي بيحز بالقلب إنه نواب البلد ووزراء البلد رغم كل الصرخة اللي أطلق أحد الأطفئين امبارح هو الكسحة يلي هزت ضمير كل فقير وكل آدمي، وما هزت ضميره معناتها نحن بمشكلة كبيرة. وقت اللي هذا الأطفئي يلي عم يكافح وعم ينزل وعم يضحي رغم أنه الساعة عم يقبض
أدنى الرواتب، أدنى الرواتب يلي هو لا أخذ لسه المساعدة ولا أخذ معوش ولا أخذ النقل، إذا بده يوصل على شغله بده 100,000 بنزين وبيجي بياخد 50,000، يعني معناتها في مشكلة، في مشكلة أكبر منا كلياتنا، والمشكلة هيدي بتحملوها زعمات البلد وسياسيين البلد، بيقعدوا بيتبجحوا وبيقعدوا بيحكوا، ولك على القليلة كان حدا منهم يجي يجبر خاطرهم، ولك يجي على القليلة يوقف جنبهم يعمل تليفون إنه أنا ضقيت وعملت. يعني هذا الأطفي إذا طلع على مهمة بعد طلع على مهمة واحد اختنق ما معه ماسك صفى يصرخ، طيب هذا لو وقع على الآخر وراح على المستشفى معكم خبر المستشفيات ما بتستقبلون، ما في مستشفى بتستقبلون، ما في مستشفى بتحكمون، طيب ولا أمتين هيدي البلد هن عايشين فيها ولا منهم عايشين فيها؟ إذا منهم عايشين فيها مشكلة، وإذا عايشين فيها وشايفين شو عم يصير وما عم يتحركوا مشكلة أكبر. نحن منطالب كل اللي هو بيعتبر حوله معني بلقمة عاش الفقير بهالبلد وهالموظف والعمال يتشرف ياخد خطوة يفرجينا، لأنه الخطوة التسعيدية اللي بدهم ياخدوها أنا أكيد بالليل ما حينيموا. شو هي يعني حتكون؟ شو شكلها حيكون؟ الساعة 12 ترقبوا الإعلام يجي يكونوا هنا على 12 حيشوفوا الخطوة الأساسية اللي بده ياخدها جهاز الإطفاء، وأكيد ما حتهاجم حدا منهم كلياتهم. شكرا لك. إذا مشاهدينا الكرام يعني كما شاهدنا واستمعنا وإياكم تحرك لموظفي فوج الأطفاء في اتحاد بلديات الفيحاء، وطبعا الطريق مقطوعة هنا عند يعني أمام أو على مقربة من مرفأ طرابلس، وطبعا المطالب هي مطالب معيشية، وهذا التحرك طبعا كان إلى جانب الاتحاد العمالي العام. إذا مشاهدينا الكرام هنالك محاولة من قبل بعض المواطنين طبعا بالعبور، ولكن هنالك اعتراض من قبل موظفي فوج الأطفاء. على ما يبدو أن يعني إحدى المواطنات حاولت العبور بالقوة، ولكن طبعا هذا الأمر استفز فوج الأطفاء الذين ينفذون هذا التحرك والاعتصام هنا أمام اتحاد بلديات الفيحاء. هذا كان كل شيء مشاهدينا الكرام، لكل جديد ابقوا دائما عبر صوت بيروت انترناشنال. كان معكم غسان فران، إلى اللقاء.